بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان يوم جديد واستوديو جديد لمستقبل الاهلي من اول يوم طلعنا فيه في استاد الاشبال كان لينا هدف والحمد لله قدرنا ننجح في الهدف بتاعنا هدفنا ازاي نعود الناشئ الصغير في قطاع النشيب النادي الاهلي انه يتحمل الضغوطات لما مباراه تكون مذاعه على الهواء مباشره ده اللي احنا عملناه من اول لحظه هنا شفنا في كاس الرابطه شفنا عدد كبير من الناشئين لعب شفنا الحمد لله الثبات الشخصيه ما كانش عندهم الرهبه علشان كده الحمد لله ان احنا قدرنا ننجح في استاد الاشبال ان الولاد او ولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي انهم يتحملوا الضغوطات ويتعودوا منذ صغر على شخصيه النادي الاهلي النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا مباراة في الأسبوع الواحد وعشرين في دوري الجمهورية مواليد 2006 2006 يعني تحت 15 سنة مباراة اليوم الأهلي والمقاولين العرب أهمية المباراة إن الأهلي في الصدارة النادي الأهلي لعب 19 مباراة عنده من النقاط 45 نقطة ثم يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني لكن لعب عدد مباراة أقل بمباراة واحدة عن النادي الأهلي 18 مباراة وعنده 44 نقطة يعني الفارق نقطة واحدة يعني مباراة النهاردة مباراة مهمة جدا للفريقين نتمنى فيها إن شاء الله كل التوفيق لولادنا داخل قطاع النشيب النادي الاهلي مواليد 2006 اللي بيضم عناصر مميزه جدا. خلونا في البدايه النهارده نرحب بضيوفي في الاستوديو التحليلي نجوم الاهلي الكبار ولاول مره معانا النهارده نجم الاهلي الكبير كابتن ماهر همام منورنا ومشرفنا يا كابتن ماهر اهلا بيك انا سعيد جدا إني موجود معاك النهارده وطبعا حبيب قلبي كابتن حشيش <applause> وعايز اقول لك كنت قبل ما نطلع كنت بتكلم مع حشيش قلت له لو نرجع بالزمن كده بتاعنا النهارده الاجيال دي محظوظه بشكل كبير جدا النهارده استوديو تحليلي وكابتن اسامه بقى له من ثلاث سنين في البرنامج دوت آه يعني آه يعني انت من ضمن الاسباب اللي ربنا وفقك فيها <applause> انك انت تظهر فعلا النجوم ديت من خلالهم من خلال تصعيدهم مع الفريق الاول من خلال المباراه الحبيه آه عايز اقول لك لو نرجع بالزمن كده اسامه هنلاقي إيه ان ده زمان كان الكابتن جوري عمل حاجه اسمها الامل ايوه امل النادي حي. يعني كان الفريق الاول احنا كنا موجودين اكتر من حوالي سبعة 8 تسع لعيبه منتخب مصر ثم المجموعه الثانيه كانت لعيبه المنتخب الاولمبي ثم المجموعه الثالثه فرقة الامل وفرقة الامل دي كان الهدف منها انها تطعيم م. للفريق الاول اي احتياجات في اي مكان كان ممكن ياخد منه كابتن جوري الله يرحمه كان هو صاحب الفكره المستقبل. الكبيره دي فالنهارده يا اسامه انت يعني بصراحه بتعرض حاجات يعني جميله اولا اذاعه مباراه زي ما انت قلت الضغوط النفسيه آه. اللي موجوده على اللعيبه انا بشوفها طبعا وبتابع بشكل كبير مباراة الناشئين ما شاء الله زي الفريق الاول مش فارقه معاهم ان في مباراه مذاعة ان في, في استوديو تحليلي بالظبط كاس الرابطه كمان افرز لنا نجوم بشكل كبير جدا منهم اللي هيروح اعاره ومنهم اللي هيبقى موجود مع الفريق الاول واسمائهم بدات تتعرف بالنسبه للناس الحاجه الثانيه كمان يا اسامه والاخيره انك انت تتسجل ايوه العيال دول بيسجلوا اولياء الامور طبعا بيسجلوا المباريات دي وبيبداوا يتفرجوا عليها وده اعداد ذهني بشكل كبير جدا للعيبه ايضا معانا النهارده كمان نجم الاهل السابق وهو كان بقى ايه خلاص صاحب مكان زي ما بيقولوا كده كابتن محمد حشيش منورنا وشرفنا كابتن يا ايه معانا من التجربه دي من ثلاث سنين بقينا عشره دلوقتي <applause> وعمر كبير في البرنامج ده كابتن <applause> طبعا من اول حلقه الحقيقه برنامج اتولد <applause> مميز <applause> يعني الحقيقه اسامه فكر الفكره دي يعني اضافت كثير قوي قوي يعني انا طبعا ب يعني بحكم شغلي مع قطاعات الناشئين وكده اولياء الامور متابعين <applause> البرنامج بيستنوا يعني بيتنشأوا على مباراه يتفرجوا عليها ومن هنا بقى له سامح حاول بقى يعني مزيد بقى من المباريات يعني ان شاء الله عشان الناس فعلا بتقعد تستنى حاجه كويسه للعيبه، اللعيبه بتقعد تستنى مم. المباراه بتاعتهم، احنا زمان لما كان الماتش بيتسجل ما كنا في الدرجه الاولى مش اشبال ايام آه. بقى الفي اتش اس والفيديو ونرجع ونبص فدي لايف خدمة قدام خدمة اللي... خدمة خمس, خمس نجوم, نجوم. آه. طيب خلونا نروح في البدايه برضو نشوف تقرير عن مباراه اليوم وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل نتكلم اكتر بقى في التفاصيل الفنيه عن مباراه اليوم بين الاهلي والمقاولين يخوض فريق الأهلي مواليد 2006 تحدياً جديداً حين يواجهون المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية على ملاعب نادي بمدينة نصر ويبحث الفريق الأحمر عن فوز جديد أمام منافس قوي للغاية وهو يعد ديربي تلك المسابقة ويحتل ناشئ الأهلي صدارة المسابقة برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث والخسارة في مبارتين وسجل لاعبو 52 هدفا وتلقى 21 هدفا حيث فاز على الشرقية للدخان وغزل المحلة ذهابا وايابا وعلى امبي والاسماعيلي والاتحاد السكندري وفيوتشر والانتاج الحربي والمقصة والمصري وسموحة والبنك الاهلي ووادي دجلة وتعدل مع بيراميدز وزيد وامبي وخسر من المقاولون والزمالك ويقود ناشئي الاهلي مواليد 2006 سامر عبد الرحمن مديرا فنيا واحمد رؤوف مدربا عاما ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويقوده مجدي مصطفى كمدير فني ويسعى ابناء الاهلي الى عبور عقبة ذئاب الجبل في المباراة التي ستقام اليوم على ملاعب النادي بمدينة نصر. <applause> الاهلي مع المقاولون في بطولة الجمهورية مواليد 2006 على قناة الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. جالنا دلوقتي تشكيل الاهلي النهارده للقاء المقاولين في حراسه مرمى النادي الاهلي عمر كامل خط الظهر من اليمين للشمال ابراهيم عادل مازن احمد محمد احمد محمد عبدين فارس احمد ابراهيم ثلاثي الوسط هشام مصطفى عمر زكريا اسماعيل يوسف اسلام السيد الثلاثي الامامي عمر سيد معوض وادم سيد المهدي وفي الامام في الهجوم حسام عادل ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي لقاء المقاولين النهارده كل التوفيق ان شاء الله لفريق 2006 وايضا المدير الفني الكابتن سامر عبد الرحمن نروح بقى لملعب المباراه نروح لزميلنا فاروق صلاح بنرحب بيك يا فاروق وعايزينك تقول لنا اخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم يعني خليني في البدايه ارحب بيك يا كابتن اسامه كل التحيه ليك يا كابتن اسامه والتحيه طبعا لضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن ماهر امام والكابتن محمد حشيش طبعا مش هستفيد يا كابتن اسامه الاثنين الكابتن الكبار الكابتن يعني ماهر امام كان بالموسم الماضي يتولى طبعا القياده الفنيه لقطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي وعلى درايه كافيه بفريق النادي الاهلي 2006 ايضا الكابتن محمد حشيش اللي متواجد دايما في يعني مباراه الناشئين بحكم وجوده في منطقه القاهره يعني استوديو النهارده مدجج بال وعوده حميده لملعب الاشبال يا كابتن اسامه النهارده الجوله الحادية والعشرين لمباراه او لبطوله الجمهوريه 2006 مباراه القمه مباراه تجمع ما بين النادي الاهلي صاحب القمه والصدارة برصيد 45 نقطه وفريق المقاولون العرب اللي في المركز الثاني برصيد 44 نقطه خليني أقول, اقول لك ايضا ان المباراه ما بين اقوى خط هجوم في المسابقه وهو النادي الاهلي اللي احرز 51 هدف واقوى خط دفاع فريق المقاولون العرب اللي استقبلت شباكه 13 هدف ايضا هنشوف مواجهه خارج الخطوط ما بين الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الاهلي، كابتن هيثم حسين المدير الفني لنادي المقولون العرب، زي ما حضرتك استعرضت تشكيل النادي لكن خليني لك مره ثانيه كابتن اسامه لان في بق في تعديل بس كابتن اسامه في مركز الظهير الايمن، م. هيكون في حراسه المرمى النادي الاهلي عمر كامل حارس مرمى اثنين مساكين احمد عابدين رقم ثلاثه ومازن احمد رقم عشرين في مركز الظهير الايمن اللاعب عمر زكريا رقم سبعه في مركز الظهير الايسر اللاعب فارس احمد رقم ثلاثه وعشرين في دايره المنتصف اثنين هشام مصطفى رقم عشره ويوسف اسلام خمسه وعشرين قدامهم كصانع العاب ابراهيم عادل 17 قدامه مثلث هجومي مكون من ثلاثه ادم مسامير رقم ستة وعشرين حسام عادل رقم ستة وعمر سيد معوض رقم 14 على الجانب الآخر فريق المقاولون العرب وطريقة أربعة تلاتة تلاتة لهذا اللقاء حرست المرمى مروان عبد العال قدامه اثنين مساكين احمد منسي رقم 17 واحمد محمد حسن 24 على يمينهم محمد ابراهيم معوض 12 وعلى شمالهم محمد هاني رقم 3 في دايره المنتصف 3 محمود الخطيب رقم 8 احمد عطيه رقم 7 محمد وليد رقم 10 قدامهم مثلث هجومي مكون من 3 محمود رفعت 23 محمد عبد الناصر 21 وهداف الفريق انس تامر رقم تسعه. النهارده طاقم تحكيم من منطقه القاهره بيدير هذا اللقاء بقياده الكابتن حسن محمود صاحب ال 35 عام حكم من الحكام المميزين بيعاونوا خالد حسام طه 37 عام ايضا واحد من الحكام المميزين والمساعد الثاني دكتور بهاء الدين احمد وبالمناسبه كابتن اسامه هو طبيب بشري 25 عام متوسط اعمار طبعا تتكلم في اعمار يعني صغيره للتحكيم المصري في مباريات الناشئين، النادي الاهلي عنده مجموعه من الغيابات في هذا اللقاء يا كابتن اسامه، طبعا غياب للاعب احمد محمد سعد لاعب شيبه لاصابته بقطع جزء في الرباط الصليبي، اللاعب احمد رضا أو يعني عنده كسر في صابونه الركبه، ايضا اللاعب عبد الله عنده اه يعني جزع في الغضروف اللاعب امير طبعا الظهير الايسر ده صليبي منذ بدايه الموسم واللاعب محمد طارق اشتباه في اصابته بفيروس كورونا طبعا كل التوفيق ونتمنى له كل السلامه كل لاعبي النادي الاهلي انتظر مباراه قويه ان شاء الله ما بين الفريقين طبعا ونتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي انا موجود معاك كابتن اسامه لو في اي استفسار او اي تساؤل عايز اسالك عن عمار وليد حافظ واحد من هدافين الفريق هو وعمر سيد معوض النهارده علي مقاعد البدلاء عمار وليد حافظ هل النهارده الكابتن سامر عبد الرحمن شايله كورقة رابحة معايا تكون ممكن الشوط الثاني كذا سيناريو للمباراة خليني اقول لك بالفعل انا سالت الكابتن سامر عبد الرحمن في هذا الامر وجلوس عمار وليد قال لي كورقه موجوده معايا بالفعل هي رؤيه فنيه للكابتن سامر عبد الرحمن موجود معايا على مقاعد البدلاء اقدر اقول لك يا كابتن اسامه ان الفرقتين النهارده اللي موجودين على ارض الملعب منهم 11 لاعب من العناصر الاساسيه لمنتخب مصر مواليد 2006 طبعا اللي هيخوض بطوله شمال افريقيا اللي هتنطلق في الجزائر طبعا بعد هذه المباراه طبعا هتوقف الدوري من يوم 5/3 الى يوم 26 مارس الفرقتين عندهم مجموعه مميزه من اللاعبين النادي الاهلي طبعا الكابتن سامر عبد الرحمن قال لي انا حاطط اكتر من سيناريو للقاء لازم احتفظ بورقه من الورقات الهامه جدا زي اللاعب عمار وليد واحد من الاوراق اللي يقدر يغير سيناريو اللقاء ووقت محتاجه لكن اقدر اقول لك ان الجاهزيه الفنيه والاعداد النفسي اللي عليه لاعب النادي الاهلي والدور اللي قام بيه الكابتن سامر عبد الرحمن وايضا دور الكابتن خالد بيبو في كلامه مع اللاعبين وتحفيزهم خاصه بعد التعادل الاخير مع فريق بي بملعبه في مباراه كان الافضل والاقرب فيها من كل النواحي النادي الاهلي لكن ان شاء الله النهارده فريق النادي الاهلي قادر يحقق الانتصار والثلاث نقاط باذن الله يا كابتن اسامه اخيرا يا فاروق شايف ملعب المباراه ما شاء الله على اعلى مستوى خاصه ان فتره الشتاء ملاعب مصر بتبوظ لكن شايف ملعب اربعه لتقوم على تقوم عليه المباراه على اعلى مستوى يعني اقدر اقول لك يا كابتن اسامه ويعني يعني نقطه مهمه جدا حضرتك تطرقت ليها أوه. خلينا نتكلم على دور مجلس اداره النادي الاهلي وتحديد الكابتن محمود الخطيب والطفره الانشائيه اللي بيشهدها فرع النادي الاهلي مدينه ناصر ليست مقتصره فقط يا كابتن اسامه مم. على اماكن جلوس الاعضاء او منطقه الفوت او بوابات النادي او المنطقه الترفيه او يعني مجمع حمام السباحه يعني اماكن كتير حدث ولا حرج لكن انا بتكلم على الطفره الانشائيه المتعلقه بقطاع الناشئين البنيه التحتيه الخاصه بقطاع الناشئين سواء المبنى الخاص بقطاع الناشئين او ايضا مبنى الاكاديميه وملاعب الاكاديميه طفره انشائيه موسعه والكابتن محمود الخطيب مد كل الامكانيات وكل الصلاحيات ل يعني مسؤول الاداره الهندسيه والكابتن خالد دبيبو ونقطه مهمه جدا نقطه الملاعب ملعب اربعه واحد من الملاعب اللي يعني الدور اللي مش 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 فقط في المسؤولين في قطاع الناشئين لكن عايز اتكلم على دور العمال اللي عمال الزراعه وعمال الهندسه اللي في النادي اللي بيتابعوا الملعب اول باول يا كابتن اسامه يعني في وقت من الاوقات الناس اللي كانت بتاخد اجازه او بتاخد فتره راحه كان عمال النادي او المسؤولين في النادي الاهلي يعني كتيبه عمل على مدار ال 24 ساعه سواء لملعب اربعه او الملاعب ملعب واحد واثنين وثلاثه لكن تقدر تقول لا تقولها يعني خلال الفتره تمام. الوجيزه اللي, اللي تمت شكرا. تطور مشهور كبير جدا بيشهده قطاع الناشئين في النادي الاهلي يا كابتن بنشكرك شكرا جزيلا فاروق حطينا في الصوره كامله من ملاعب الناشئين بمدينه نصر كابتن ماهر تشكيل اليوم نفس التشكيل اللي احنا قلناه بس الوظائف مختلفه شويه ابراهيم عادل هيبدا في نص الملعب عمر زكريا هو الباك رايت نفس طريقة الدرجة الأولى أربعة 2 3 واحد آه، عايز أقول لأسامة يمكن آه، فاروق آه يعني قدر يلخص لنا الجزئية بتاعة التطوير اللي موجود في قطاع الناشئين طبعا الكابتن محمود الخطيب حاطط إيده ما شاء الله على كل حاجة بالنسبة للمنشآت والبنية الأساسية والبنية التحتية ومنها طبعا ملاعب كرة القدم اللي في مدينة نصر النهارده شايفينها يعني في ثوبها الجديد زي ما بيقولوا ايه ايه نفس طريقه الدرجه الاولى بزبط. 4 2 3 واحد مهم ان نوحد دايما اسلوب اللعب صح برافو عليك يا مع الدرجه الاولى مهمه جدا مم. وواضح قوي طبعا ان ده التنسيق اللي بين لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب ومستر موسوماني بالنسبه للفريق الاول مهم جدا انك انت طبعا ما كابتن خليل بيبو والراجل التشيكي مهم احماء الفريقين وحضرتك بتتكلم دلوقتي يا آه. كابتن معانا على الهواء دلوقتي احماء الفريقين الاهلي والمولين اتفضل يا كابتن اه زي ما انت قلت يا اسامه انك م. انت توحد طريقه اللعب دي مهمه جدا من الناشئ من تحت لما آه. يبدا يتعود ان يلعب بطريقه 4 3 3 او طريقه 4 2 3 1 م. إيه لما بيطلع مع لما يحتاجوه في الفريق الاول ما بيتعبش المدير الفني بالعكس اه عنده الواجبات الدفاعيه بيقدر ياديها متحفظ زي بالظبط زي ما اتعلم تحت قطاع النشئين عنده الواجبات الهجوميه آآ آآ يقدر ياديها زي ما اتعلم تحت قطاع النشيد فما يتعبش مستر موسيماني وده احنا شفناه اسامه في الماتشات الحبيه اللي انت عرضتها بشكل كبير جدا اللي النادي الاهلي طول عمره بعد المباراه الرسميه بيبقى فيه مباراه حبيه موجود فيها الجهاز الفني وموجود فيها الحكام موجود فيها اللعيبه اللي ما لعبتش فالمباراه الحبيه افادت قطاع الناشئين بشكل كبير جدا م. الفتره اللي فاتت م. حتى كمان كاس الرابطه افاد قطاع الناشئين بشكل كبير م. بدانا نتعرف على اكثر من نجم م. فالنهارده طريقه اللعب بتفرق بشكل كبير جدا مع قطاع الناشئين لما بيبدا يطلع مع الفريق الاول بياخد تعليمات بسيطه جدا ملاحظات من مستر موسوماني آه بيبدا يشتغل عليها واحنا شفنا ان في وعي كروي وثقافه قروية بالنسبة لقطاع نشين في النادي الأهلي وده بيرجع طبعا لخالد بيبو وتركيزه والراجل الموجود التشيكي والاهتمامات طبعا من المدربين سامر مدرب الفريق كان من ولادي قبل كده اللي انا ضربتهم وهو كان لعيب مميز بصراحه والنهارده طبعا مدير فني على اعلى مستوى ان شاء الله زي ما انت قلت يا مباراه قويه بالنسبه للفرقتين الاول والثاني ودي مهمه للنادي دي, دي, هروح بقى حشيش النهارده واحنا بنقول الاول الاول والثاني الاهلي يبتدي المباراه ازاي انا عايز بس طيب يعني... الجد الجدول معانا طيب. النهارده الاهلي والمقاولين النهارده الاتحاد السكندري والاسماعيلي آه البنك الاهلي الزمالك آه سموحه وادي دجله مصر المقاصه شارع الدخان الانتاج الحربي وغزل المحله بيراميدز وامبي وكوكاكولا او فيوتشر خلاص هي بقت كوكاكولا لسه الاسم ما اتغيرش مريحه في هذه الجوله اتفضل يا حشيش آه عايز أقول بس بالنسبة لكلام كابتن ماهر آه سامر أو القطاع كله مرتبط طبعاً بأهم حاجة هي الفرقة الكبيرة م. كان بيلعب دائماً أو موحدين الطريقة 4-2-3-1 أيوة. آه سامر من نوع المدربين لأن أنا عارفه على المستوى الشخصي بيحب المرونة في اللعب وممكن يغير الطريقة على حسب ظروف المباراه وعلى حسب الفرقه اللي قدامه وعلى حسب اهميه المباراه فهو زي ما تقول يعني اتنشا كابتن ماهر لما موسيماني ابتدى يغير يا موسيماني لما بدا مع النادي الاهلي كان بادئ بالطريقه دي وماشي بيها ثابته على طول ابتدى يغير ل 4 3 3 فدي برضو بتدي اريحيه للمدربين بتوع القطاع ان هم يبتدوا برضو يغيروا ويدوا اللعيبه مرونه زي ما انت بتقول يا اسامه ان اللعيب لما يطلع يبقى واخد على <applause> 4 2 3 1 4 3 3 يلعب في في او يحصل التوظيف في كل طرق اللعب يعني البدايه النهارده بقى النادي الاهلي لازم النهارده على مستوى الفرقه كلها حتى الدرجه الاولى ايوه اما بينزل النادي الاهلي ضاغط على الفرقه الثانية من أول وضغط عالي بيدي نشاط للعيبة بيدي إحباط للفرقة الثانية إن هو مش عارف يخرج من نص ملعبه يعني هيعتمد على الطويل ودي بتبقى مريحة للمساكين الضغط العالي ده بيدي كمان إمكانية غلطات ممكن يحرز منها أهداف المشاكل القوية اللي زي دي كمان انتهاز الفرص يعني الفرصة اللي بتيجي وخصوصا في بداية المباراة لو فرصة في البداية بيحرز عنها ينتج عنها هدف بتبقى بتفرق مع الفرقه تقدر بقى تلعب براحتها يبقى في اريحيه وخصوصا ان موقف النادي الاهلي هو متصدر بنقطه واحده بس المقاولين كان باي الماتش اللي قبل اللي فات فله مباراه ثانيه فتحسبا اللي كده لازم مباراه على ارضه ان شاء الله لازم يحقق المكسب النهارده عشان يبعد شويه عن نادي المقاولين العربي هقول لحضراتكم برضو تشكيل الفريقين سريعا النادي الاهلي في حراسه المرمى عمر كامل عمر زكريا باك مازن احمد محمد احمد محمد عبدين فارس احمد ابراهيم هشام مصطفى ابراهيم عادل عمر سيد معوض ادم سمير وحسام عادل تشكيل المقاولين مروان احمد في حراسه المرمى محمد هاني احمد محمد احمد محمد حسن متولي محمد ابراهيم محمد وليد ومحمود الخطيب بس غريب هنا محمود الخطيب في المقاولين لابس مع اننا متعودين المجد. محمود الخطيب بيلبس دايما عشرة احمد محمود محمود رفعت محمد مم. عبد الناصر وأنا استامر كابتن ماهر في دقيقة عشان عايزين نروح لملعب المباراة نصيحة منك لخط الظهر خط الظهر عمر زكريا مازن أحمد محمد أحمد محمد عبدين فارس أحمد إبراهيم خط ظهر النادي الاهلي مهم قوي في المباراه دي يا اسامه خصوصا مع المقاولين مقاولين منافس تقليدي بالنسبه لنا آه. مهم انك انت تامن كل ما انت بتامن ما يجيش فيك جول بيديك ثقه لخط ظهرك بيديك ثقه لنص ملعبك بيديك ثقه للمهاجمين واحنا النهارده عندنا ما شاء الله عندنا ثلاث هدافين يعني عندنا عمر سيد معاون جايب 11 هدف وعندنا عمار وليد 10 اهداف وحسام عادل 9 اهداف فمهم جدا انك انت الثقه دي ما تجيش فيك بتدي ثقه للمهاجمين ان يقدروا يجيبوا جول آه. وزي الدرجه الاولى الماتش اللي فات احنا جبنا جول في الدقيقه خمسه في آه. الدقيقه سبعه في الدقيقه 13 خلصت المباراه بدري بالظبط فنتمنى النهارده ان اولادنا الصغيرين يقلدوا الفريق الاول في مباراه فاركو المباراه الماضيه كابتن حشيش وكان زميلنا فاروق صلاح بيقول ابرز الارقام اقوى خط هجوم في الدوري النادي الاهلي الاهلي 51 هدف اقوى خط دفاع المقاولين عرب 13 أوه، أوه، أوه. هدف دخل مرمى 13 هدف فالنهارده في مباراه ثانيه عايز اقول المباراة. لك ان دي بتدي هجوم الاهلي مع دفاعات م... المقاولين بتدي مؤشرات اه الفرقه دي من احسن الفرق اللي بتدافع آه. طول عمر المقاولين مشهور بالناحيه التكتل آه بتاعت. الدفاعي وفي نفس الوقت من اكثر الفرق اللي احرزت اهداف بعد النادي النادي الاهلي آه. فمحتاجة حاجتين قائمة الهدافين معانا وحضرتك بتتكلم تمام عمر سيد معوض 11 هدف عمار وليد 10 اهداف حسام عادل 9 اهداف عايز اقول ان على النادي الاهلي انتهاز الفرص كويس قوي لان الفرص مش هتتكرر كتير انا اعتقد يعني في المباراه بتاعه النهارده لقوه الدفاع المقاولين وفي نفس الوقت الديفنس بتاع النادي الاهلي قدامهم مهاجمين بيلعبوا في المنتخب وهدافين كبار فالعب السهل في البدايه عشان تسهل على نفسك وخد بالك قوي لما يكون قدامك لعيب كويس بتبقى مركز في كامل تركيزك طيب كابتن ماهر اخيرا ما شاء الله عندنا 11 لاعب من فريق 2006 في المنتخب رقم كبير ويدل ان فريق 2006 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فريق مميز زي ما قلنا في الاول كلامنا يا اسامه ان ان ده امل النادي م. يعني احنا ما شاء الله قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني بينتج ثمار لعيبه مميزين على اعلى مستوى فانت النهارده لما بعدك منتخب 2006 في 11 لاعب من النادي الاهلي فده بيعتبر انجاز واعجاز أوه. بالنسبه لقطاع الناشئين النادي الاهلي فنتمنى للعيبة المميزه ديت ان ربنا يحافظ عليها ما تتصابش والنهارده مباراه قويه جدا يهم النادي الاهلي فيها ان ياخد ثلاث نقاط عشان يبعد عن ملاحقه المقاولين له في بطوله 2006 كابتن حشيش دي اللحظات الاخيره في الاحماء خلاص بينهوا الاحماء بس برضه لفت نظري الملعب عشان أوه. تطلع لاعب ناشئ تقدر على مستوى عالي طبعا تحميه من الاصابات أوه. يطلع الموهبه اللي عنده امكانياته لازم يكون طبعاً. اول حاجه في المنظومه يكون عندك ملعب, ملعب كره كويس. قدم محترم النادي الاهلي كويس. ما شاء الله مهتم كمان ايضا بالبنيه التحتيه النادي الاهلي طبعا هو دايما سباق ودايما الانديه بتجري وراه يا اسامه اه انا بعاني من موضوع الملاعب دي في جميع في منطقه القاهره طبعا حاجه اه صعبه جدا وبتعملوا مجهود كبير في يعني كم كبير من الاصابات يا كابتن اه ماهر اه على اه لعيبه اه وبراعم صغيرين في السن وبعدين البديل كمان يبقى اه اه صناعي فالصناعي برده انت عارف بالنسبه للاعمار الصغيره بيتعبهم يعني فبنتمنى ان يبقى في يعني اتجاه كده لتحسين الملاعب وزياده عدد الملاعب يعني الله وبنتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي النهارده في المباراه المهمه امام المولين العرب بشكركم شكرا جزيلا ونروح دلوقتي لملعب المباراه مع معلقنا المميز الكابتن محمد رمضان وانتظرونا بين شوطي المباراه